يضع خط احمر خفيف تحت المباريات كانت تحت السويس من رأس النظام السابق من قمع الحريات والتعذيب والانتهاكات والتجاوزات، ويرينا ايضا تمسك المدونين بارائهم وحريه تبادل افكارهم بشكل يثير الدهشه ويثير الاعجاب بهم، حتى ولو تعرضوا لمساءلات ولملاحقات رجال الامن فهم مصرين. الحقيقه ان هذا الفيلم رغم انه كان قبل ثوره 25 يناير يمكن سنه، الا انه كان فعلا يعني انا اشعر انه هو الانهاصه التي سبقت التحام شباب التويتر والفيسبوك و الى ان انتفضوا جميعا في ثوره 25 يناير.